لو سألناك أستاذة ريم ما هي أسباب ترشحك للانتخابات 2020؟ بالنسبة حق أسباب ترشحي لهذه الانتخابات 2020، إحنا في منعطف في دولة الكويت، وأصبح من الواجب فزعة الإصلاحيين في هذا الوقت بالذات في ظروف التصعيد الحاصل ضد المواطن الكويتي والطبقة الوسطى. فأشعر أن هذا المواطن البسيط ليس له ذنب في الفساد الحاصل والهدر المالي وأيضا السياسات الخارجية الغير متزنة، فأصبح من الواجب بالإصلاحيين الفزعة للاتزان. تراهنين على وعي الناخب الكويتي؟ إحنا كمرشحين متفائلين، وبإذن الله نأمل بزيادة الوعي أكثر وأكثر باختيار الإصلاحيين إن شاء الله. إن شاء الله. طيب لو سألناك أستاذ ريم حظوظ المرأة بالانتخابات الغادمة، هي راح تكون بنسبة كبيرة ولا نسبة قليلة؟ أنا شخصياً متفائلة بدور المرأة، وإن شاء الله نسبة أكبر للاتزان بالمجلس. أنت مثل ما أنت عارف نسبة النساء عندنا بالمجتمع أكثر من الرجال، لكن إحنا نطالب بالاتزان، يعني ما نقول نبي نسبة النساء كمرشحات أو كنائبات في المجلس أكثر من الرجال النواب، لكن إحنا نطالب بالاتزان بحيث تكون القرارات اللي تصدر والتشريعات تصدر من قبة عبد الله سالم تكون متزنة. أنا شخصياً متفائلة، وإذا تخلصنا من المحاصصة، إذا تخلصنا من التشاوريات التي لم تدعو إلى حضور المرأة، فبالتالي وبزيادة نسبة الوعي لدي المجتمع الذكوري نتمنى وصول المرأة إلى قبة عبد الله السالم.